بوشينا استعفى بوشينا كما حدث في مباراة ضد الأخضر الليبي الدقائق الأخيرة. لاعب سابق لباردو أتليتيك راح يلعب في وسط الدفاع، راح يدعم الدفاع. الصورة من العيد زازا قولوا يلا اخرج اخرج يا الحكم وإلا راح يعطيك البطاقة الثانية يا سي بن زازا. انت عندك انذار يزيدوا فيها شوية يعني الحكام الأفارقة. ياخذ بوشينا كرة ثابتة لبنعيد هنا عالية صدف ثانية. يا 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 توميسون كنت راح تكون 2-2 مباراة ثانية وهدف ثاني، هذه المباراة الثانية له فقط بعد 3 أسابيع من وصوله إلى اتحاد الجزائر. معوش هواري تروح لي محيوس بالصدر يوصلها لتوميسون يرجع حاله التصويبة من أول بعيدة 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 لو تقدم احسن وكان فيها ضرب الكره في العمق من بوسيليو ولكن معليش. يلا المحاولات الاخيره من لعب الدقيقه 86 كره في وسط ميدان استرجعها توميسونغ ترجع له وحسين من هناك ولكن بعيد بعيد الناحيه الفنيه مازال ما تاقلمش وممكن عنده بعض التاخر بين قوسين من الناحيه الفنيه. هذا توميسونغ متواجد يعني من الناحيه الفنيه من الناحيه البدنيه أيضا في الكرة العالية وأيضا متواجد في وضعيات جيدة ولكن الناحية الفنية مهارات الفنية يعني لا بأس به فقط أقول.